الكاتب العام استعطينا وضعية إدارية، أجرينا وضعية شادة، وخلت بالي بمكة ثم خرجنا تيجوا عندنا يدو الله. اليوم دوزنا المرحلة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر اللي دازت فواحد الظروف حسنة، بحيث كان واحد التدخلات جد مثمرة ديال جميع الأعضاء كيف ديما اللي بينوا على الكفاءة ديالهم. واليوم اللي كان هو أنه كانت 16 نقطة، ومن بينها كاين النقاط اللي فيهم هبات أو لا نقاط اللي فيهم نقاط مختلفة كيف نقولوا، اللي طار الانتباه ديالنا هو الإحاطة، هما الإحاطة اللي كانت طولت شوية اللي المستشارين مشكورين جابوا الهموم تاع المواطنين الآنية اللي إن شاء الله في المرة الجاية غادي نجاوبوهم عليها. كانت واحد النقطة اللي كانت تثير الجدل هي رقم 567، هذيك النقطة اللي لجنة التقويم ما اجتمعتش باش يمكن لها دير لنا تعطينا التقويم ديال 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 هذاك ديال ديال هذيك النقطة، واللي صوت عليها المجلس باش يوخرها لدورة مستقبلية إن شاء الله مستقبلا، وغادي كل حاجة إن شاء الله تجي في وقتها وكل حاجة غادي تدوز بسلام. شكرا. الاسم مريم زغبوش، مستشارة جمعية بالمجلس الجماعي لمراكش ورئيسة لجنة تعمير مقاطعة قليز. اليوم كانت عندنا الدورة العادية ديال المجلس الجماعي اللي غتمتد على يومين متتاليين، الجمعة والجمعة المقبلة، هادشي اللي قدرنا نكملوا جميع النقاط. كتميز هذه الدورة طبعا بالإنجازات اللي قام بها مؤخرا، قامت بها السيدة الرئيسة فاطمة زهرة منصوري، يعني استبشرت بها الخير ساكنة مراكش. أولا تدشين ديال مجموعة المرافق الحيوية واللي عندها طابع اجتماعي، بعد ما كانت مقفلة لسنين عداد، ومن بعد طبعا الزيارة الملكية للأميرة الحسناء اللي من خلالها كذلك مجموعه من المرافق تفتحات، وكنحسوا بانه المجلس كيقوم بالدور ديالو سواء تحالف او معارضه. اليوم كانوا مجموعه ديال النقاط، من بينها النقاط اللي تم المصادقه عليها، وبعض النقاط اللي تاجلات للنقص في المعطيات، وطبعا كلها كدور حول مثلا مجموعه من التهيئات او تهيئات الطرق، مثلا طرق المبرمجه ولا توسعه بعض الاوعيه العقاريه، وكذلك يعني التسيير او النظام الداخلي لبعض المؤسسات الاجتماعيه كدور المسنين. وهذه كلها نقاط طبعا كان فيها بعض الاخذ والرد، واللي بغى شي توضيح راه خد الكلمه. والحمد لله لغاية هاد الساعة الأمور غدا مزيان ممتازة، كاين واحد نوع من المسؤولية في النقاش، والتدخلات أو المداخلات ديال جميع المستشارين كانت في المستوى، لأننا فعلا كنلاحظوا بأن كل شيء عنده غيرة على مراكش وعلى هاد المدينة. مدينة مراكش اللي كتعرفوا أنها مدينة سي اون فيلا امبيريال اللي عندها تاريخ وعندها مكتسبات كبيره، وكانت واحد الوقت كاع عاصمه المغرب واحد الوقت، وطبعا هادو هما اللي ما كنساوش دائما كنستحضروهم، هما المؤهلات ديالي خصنا نحافظوا عليهم، سواء المؤهلات التاريخيه ولا الطبيعيه، وكذلك الاكراهات. اول اكراه طبعا كنناقشوه دائما واللي كيبان في الدورات او في اللجان، هو مشكل ندره المياه والستريس هيدريك، لان الا ما فكرنالوش بطريقه استباقيه، وهادشي راه دار يعني شرفات عليه السيده العمده باطلاقها مجموعه من حملات تحسيسيه في هذا النطاق هذا، وخصنا نحسوا الساكنه كذلك على هذا المشكل. نتمنوا ان شاء الله يكون هذا العام يكون فيه تساقطات، ونتمنوا اننا ما نتحرموش من الماء، لان هو كل شيء، الماء بالنسبه لمراكش هو كل شيء، هو قطاع يعني ويعني المشاكل اللي كترتب عليه عندها دي زامباكت كبار على هذه المدينه. شكرا على المنابر الاعلاميه اللي جات اليوم ودارت التغطيه، وكنشكروا
يعني كذلك رؤساء الاقسام والمصالح الخارجيه اللي هي كتقوم بدورها وكتجي كتنور يعني المستشارين رغم بعض النقص اللي كيكون في بعض المعطيات. وكنضطروا اننا شي مرات كناجلوا النقطه وكتعاود نخليوها فرصه اخرى باش تزيد توضح الفكره. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم درنا الدوره العاديه للمجلس الجامعي لمدينه مراكش وبصفتي نائبه السيده الرئيسه المكلفه المفروض لقسم الشؤون القانونيه والمنازعات القضائيه وكذا شؤون اداريه السير والجولان. قدمنا اليوم واحد وهي سابقه يعني في التاريخ ديال المجلس الجامعي بانه تطبيق المقتضيات الماده 264 من القانون التنظيمي 113/14 ان الرئيس ديال المجلس يجب عليه اطلاع المجلس الجماعي بجميع الدعاوى اللي تم رفع ديالها داخل الدورات سواء العاديه او الاستثنائيه. في هذا الاطار هذا تقدمت بتقرير بطبيعه الحال للساده اعضاء المجلس الجماعي من اجل اطلاعهم على جميع الدعاوى اللي كترجى امام المحاكم يعني على شتى درجاتها سواء امام المحاكم الابتدائيه المحاكم الاستئنافيه وكذا امام محكمه النقد. ومن بين الاليات اللي وقفنا على هذا القسم ديال الشؤون القانونيه من بين الاليات اللي حنا شجعنا عليها واللي دابا يعني كنطبقوها بشكل مسطري هو ان جميع الملفات يعني كنستنفذوا فيهم جميع الطرق جميع الدرجات ديال التقاضي. يعني جميع الملفات كتستنف جميع الملفات كنطعنوا فيها بالنقد جميع الملفات كنديروا فيها ايقاف تنفيذ. والحمد لله ان راه مجموعه ديال الملفات اللي بالفعل تم ايقاف التنفيذ ديالها المبالغ يعني جد مهمه هي 34 مليون ديال الدرهم تقريبا اللي وفرنا في هذه السنه ديال 2022 بفضل هذه الاليه المسطريه. بالاضافه اننا كنا وقفنا على شي اختلالات في القسم ديال الشؤون القانوني بالنسبه للايداع كنا كيتم ايداع واحد المبالغ ماليه بالصندوق ديال المحكمه من اجل تنفيذ ملفات في حين ان كنا فغينا عنها. مثلا ملي كيكون عندنا كمرافق عموميه او مؤسسات عموميه اللي غير ممثله من طرف محامي ومع ذلك كان المجلس كينفذ هاد المبالغ الماليه وكيقوم بايداع واحد المبالغ. بالتالي حنا وقفنا على هاد الامور هذه ودابا جميع الملفات اللي كتكون فيها هناك اداره عموميه او مؤسسه عموميه غير ممثله من طرف محامي انا كيتم التنفيذ بشكل مباشر وهذيك المبالغ ديال الايداع دابا كنوفروها للجماعه وما بقيناش كنخلصوها نهائيا ما كتخرجش. وهذا في اطار طبيعه الحال الخدمه ديال المواطن والخدمه ديال المجلس الجماعي وكنحاولوا يعني نوفروا ما امكن في هذا الاطار. هناك مجموعه ديال الملفات بطبيعه الحال اللي ربحناها وهناك مجموعه الملفات ان الاليه ديال ايقاف التنفيذ وكذلك النقد لانه كاين ملفات اللي كترجع من النقد اما كتلغى واما كيتم النقص من التعويضات المحكوم بها وبالتالي كنلقاو اشكاليه من اجل استرجاع هذه المبالغ. دابا الاليه اللي كنديروا ديال ايقاف التنفيذ يعني عاونت بزاف المجلس الجماعي باش هاد الفلوس اصلا ما تخرجش كتبقى حتى يولي الملف نهائي ويرجع من النقد. ولا تلغى راه تلغى ولا تحكم بالتعويضات بطبيعه الحال حنا راه هادوك احكام قضائيه حنا ملزمين باش ننفذوها صادره باسم جلاله الملك وهذا واجب علينا كمجلس جماعي وشكرا جزيلا.